السلام عليكم. نشرح في هذا الدرس عن الدوم مانيبوليشن أو التلاعب بالدوم أو المحتوى الداخلي الخاص بالـ HTML باستخدام الـ jQuery أكيد. إذا في البادي عندي div، هذا الديف هو يحتوي على كل المحتويات، الـ ID الخاص به هو container، وعندي button الـ ID الخاص به هو ptn1 ويحتوي على button 1 هذه هي. كذلك عندي two paragraph، para 1 و para 2 هذه أسماء للكلاسز. This is paragraph, this is another paragraph. ومن ثم عندي input نوع text وإلى ID اللي هو new item. كذلك عندي unordered list يحتوي على مجموعة من list item والID الخاص بها هو list. شوف بأن هذه هي ال unordered list. كذلك عندي رابط اللي هو جوجل، عند الضغط عليه ينقلك إلى موقع جوجل. وكذلك عندي unordered list ولكن فارغة، الID الخاص بها هو user. فهذا ما يخص ملف ال HTML. في ملف CSS أعطينا بعض الخصائص للبادي والكونتينر وكذلك الماي كلاس. طبعا ماي كلاس هو كلاس حاليا غير موجود في HTML ولكن سننشئه فيما بعد. إذا نبدأ بالعمل مع الجيكويري. على سبيل المثال لو أكتب علامة الدولار ومن ثم أفتح أقواس والسنجل كوتيشن. الآن لو أكتب P فالآن أنا أختار الباراغراف، ولكن أنا عندي 2 باراغراف فالمفروض أحدد. فإذا عندي para 1 وpara 2 هذه كلها أسماء للكلاسز، فممكن أنه أكتب dot para 1 ومن ثم على سبيل المثال ممكن أدخل CSS، فهذا الشيء بسيط. على سبيل المثال أغير الكلر فهذا الشيء ممكن، فليكن مثلا red ومن ثم فارزة منقوطة. لا لو ضغط refresh شوف بأنه تحول إلى اللون الأحمر. كذلك ممكن أغير مثلا background color، لكن لو أردت أنه أغير 2 من خصائص هذا الباراجراف فكيف أغير 2 من الخصائص في نفس الوقت؟ فبالتالي لو أحذف هذه بداخل هذه الأقواس أستخدم أقواس المجموعة ومن ثم أبدأ بإعطاء على سبيل المثال الكلر، يعني بهالصورة هذه. ولكن هذه المرة يجب أنه أستخدم الكولون أو النقطتان رأسيتان، وكذلك هذه الأقواس أو هذه السنجل كوتيشن نحذفها من الكلر فتصبح بهالصورة هذه، الكلر هو الرايت. الآن بنفس هذه الأقواس فارزة أخرى ممكن أكتب تعليمة أخرى، فعلى سبيل المثال الباكجراوند ممكن تكون يلو، طبعا هذه اليلو المفروض تكون ما بين السنجل كوتيشن. الآن أضغط ريفرش نشوف بأنه لون الخط أحمر ولون الخلفية أصفر. فبهذه الطريقة أضع خصائص الـ CSS. كذلك ممكن أجعل هذه الخصائص على سبيل المثال للباراجراف 2. أوكي؟ كذلك بدل ما ندخل للـ CSS ممكن على سبيل المثال أنه نضيف كلاس، فمجرد انه نكتب add class بمعنى اضافة class ونعطي اسم الكلاس، فعلى سبيل المثال يكون my class. بهذه الطريقة لو ضغط refresh نشوف بانه الباراجراف الثاني اصبح لون الخلفية اسود ولون الخط ازرق، مع انه انا ما غيرت لون الخط، لكن مجرد انه اعطيته class اسمه my class. لو اذهب الى ملف CSS اشوف بانه الكلاس اللي اسمه my class الكلر يكون blue والباكجراوند يكون black، لهذا أصبح بهالشكل هذا. أوكي؟ كذلك الجيكويري ممكن أنه تحذف كلاس أيضا، يعني نفس هذه العبارة أنسخها، بدل هذه الأد كلاس ممكن أستخدم ريموف كلاس. الآن أضغط ريفرش شوف بأنه صحيح أضاف الكلاس ولكن بعدها مباشرة حذف هذه الكلاس. كذلك هذا الشيء مثلا ممكن يتم بأنه عند الضغط على البوتون يضيف الكلاس، وعند الضغط على البوتون مرة أخرى يحذف الكلاس، يعني ممكن أتحكم في البوتون. هذا الشيء كيف يتم؟ ممكن أحذف هذه، أذهب إلى ملف الـ HTML أشوف بأنه الـ button الـ ID خاص به هو ptn1. إذا معنى هذا سأحذف هذه وأكتب hashtag و ptn1 ومن ثم دوت كليك وأفتح أقواس. الآن ممكن أنه ننفذ function معين. إذا عند الضغط على هذه الـ button يتم تنفيذ الدالة الآتية. الدالة هذه هي عبارة عن أنه أضيف class للـ paragraph 2. إذا نفتح أقواس بنفس الطريقة السابقة وأكتب p.para2 ومن ثم .add class وأفتح أقواس وأعطي اسم لكلاس، إذا my class بهالشكل هذا. الآن لو أضغط refresh بمجرد الضغط على البوتون نشوف بأنه أضاف لكلاس، لكن بدل ما نكتب add class و remove class ممكن نكتب toggle class، يعني بهالشكل هذا. الآن لو أضغط refresh مرة أخرى نشوف بأنه أضغط على البوتون يضيف الكلاس، أضغط على البوتون مرة أخرى يحذف الكلاس، فهذا الشيء يتم بالتوغل. كذلك ممكن أتحكم بهذا الديف، لو لاحظ بأنه هذا الديف هو فارغ،
الاي دي الخاص بي هو MyDiff، فلو اذهب الى الجيكويري واكتب في هذا المكان MyDiff ممكن الان اتحكم بهذا MyDiff. على سبيل المثال اغير التكست الخاص بي، اذا تكست بمعنى يغير التكست، طبعا هو التكست اصلا كان فارغ فممكن اغيره الى كلمة hello على سبيل المثال. لو اضغط refresh شوف بان ظهرت كلمة hello في مكان الديف. او اذا اردت انه ادخل لل HTML مباشرة فبدل التكست اكتب HTML والان كأنما اكتب تعليمة HTML كاملة. يعني على سبيل المثال اخذ هذه cut ومن ثم افتح تاج على سبيل المثال ال H3 بهالشكل هذا، ومن ثم اغلق تاج ال H3 وما بين تاج الفتح وتاج الاغلاق اكتب كلمة hello. الان لو ضغط ريفرش نشوف بان ظهرت كلمة hello ولكن في ال H3 انه هي عبارة عن heading او نوع من انواع الheading. كذلك ممكن نستخدم النص الموجود في ال MyDiff كalert، بمعنى انه مجرد انه اكتب alert وافتح اقواس بهالشكل هذا، بداخل هذه الاقواس مجرد انسخ هذه وضعها في هذا المكان واكتب text. طبعا هذه قيمة فما تحتاج الى اقواس، فنحذف هذه الاقواس. الان لو اضغط refresh نشوف بانه ظهر لي alert بكلمة hello. hello اللي هو يمثل التكست الموجود بالمايديف، اذا التكست هو عبارة عن كلمة hello. اوكي، كذلك ممكن نتحكم بهذه الليست، بمعنى انه في هذا المكان مجرد ان اكتب على سبيل المثال url، ومن ثم ممكن ان اضيف عنصر، اضيف عنصر بالappend. اذا append يستخدم لاضافة عنصر. افتح السنجل كوتيشن على سبيل المثال افتح تاج للال اي واغلق تاج الليست، وفي هذا المكان اعطي اسم الايتم على سبيل المثال هاي. لو اضغط ريفرش نشوف بان اضاف عنصر هاي، هذا العنصر اضفته بالال اي بداخل اليو ال، ولكن نشوف بانه ايضا في هذا المكان اضاف لي هاي. سبب هذا بانه بملف ال HTML عندي 2 يو ال، هذه يو ال وهذه ايضا يو ال، فضافها في هذا المكان وفي هذا المكان. اوكي، كذلك هناك نوع اخر من الاضافة اللي هو prepend. اذا لو اكتب prepend بهذه الطريقة يضيف عنصر ولكن في البداية، شوف بانه الهاي اصبح في البداية. كذلك ممكن نضيف عناصر قبل او بعد هذه الليست، بمعنى انه مجرد انه نكتب بالآتي، نستخدم ال ul ونكتب before او after يعني قبل او بعد، ونضيف العنصر الذي نريده. الان لو اضغط refresh شوف بان اضاف كلمة hello قبل الليست وكلمة word بعد الليست، فهذه فائدة البيفور والافتر. كذلك ممكن نمسح هذه القائمة بمجرد انه اكتب empty معنى فارغ فيمسح محتويات كل القائمة. كذلك ممكن نتحكم بهذا ال a، هذا ال a على سبيل المثال ممكن نضيف له attribute، بمعنى انه فقط نكتب a ونبدأ بإضافة الاتريبيوت. إذا نكتب ATTR بمعنى attribute ونضيف إلى attribute معينة، فكالعادة في البداية property أو اسم الاتريبيوت ومن ثم الvalue أو القيمة. فالاتريبيوت على سبيل المثال تكون target ومن ثم underscore blank. إذا بهذه الطريقة عندما أضغط على الرابط المفروض يفتح في صفحة جديدة، فضاف له targets مع underscore blank. كذلك ممكن نحذف هذه الاتربيوت، فهذا شيء ممكن ايضا، فبهذا المكان فقط اكتب remove attribute. الان لو اضغط refresh لو اضغط على الرابط يفتحها في نفس الصفحة. الان ممكن اتحكم بهذا الانبوت، لو اذهب الى ملف ال HTML نشوف بان هذا الانبوت ال ID الخاص به هو new item. اذا لو اخذ ال ID وضعه في هذا المكان، هناك تعليمة خاصة بهذه الانبوت اللي هي ال key up. الكي اب بمعنى تغير النص الموجود في هذا الانبوت، فعندما يحدث تغيير في النص سأنفذ الفانكشن التالية، الا وهي بان اكتب فانكشن بهذا الاسلوب. فعلى سبيل المثال ممكن اضيف هذه القيمة للليست. الان معنى الكي اب اقصد به بانه بهذا المكان لو تكتب حرف H المفروض بانه بهذا الشكل يضيف الحرف H الى هذه الليست. اوكي، اذا كيف هذا الشيء يتم؟ في البداية ممكن نذهب إلى الليست، على سبيل المثال نحدد هذه الليست، هذه الليست الـ ID الخاص بها هو user، فإذا نكتب علامة الدولار نفتح أقواس single quotation ومن ثم ul dot ومن ثم الـ ID الخاص بهذا الـ ul dot append إذا إضافة، فبهذا المكان أكتب الـ li وأغلق التاج. كذلك
ممكن مرة ثانية أضيف تاج الإغلاق بهذا الشكل، ومن ثم ممكن أضيف هذا الإي ولكن dot target dot value بهذا الشكل. طبعا ممكن نحذف هذه اليوزر ونجعلها في جميع اليو ال أضيف إلى هذه القيمة. لو أضغط refresh الآن، لو أضغط أي قيمة نشوف بأن يضيفها إلى هذه اليو ال ويضيفها إلى هذه اليو ال. لكن كيف أجعل بأنه يكتب القيم ومن ثم أضغط إنتر حتى يضيف القيم؟ كيف أجعل هذا الشيء؟ إذن هذا المفروض بأن أضعه بداخل if statement. إذن أستخدم if وبهذا المكان أضع هذا السطر، ومن ثم المفروض أضع الشرط. فببساطة أكتب e.which يساوي يساوي 13 بهذا الأسلوب. الآن لو أكتب على سبيل المثال حسن وأضغط إنتر نشوف بأن أضاف كلمة حسن لليو ال الأولى والثانية. كذلك ممكن نعرف array معينة ونضيفها إلى هذه الليست الموجودة بهذا المكان. نتذكر أنه يوجد ليست فارغة موجودة في هذا المكان. فممكن على سبيل المثال أعرف variable اسمه myArray يحتوي على مجموعة من الأسماء. الآن كيف أضيف هذه الأسماء إلى داخل الليست؟ إذا في البداية نتذكر بأنه هذه الليست الID الخاص بها هو user، فأخذ copy ومجرد أنه أكتب hashtag ومن ثم user. مبدئيا ممكن نحذف هذه، كذلك ممكن أخذ هذا السطر في مكان آخر، ومن ثم ممكن أحذف هذه. الآن هاشتاج ممكن أن نصل إلى عنصر معين، ولكن ممكن نستخدم أسلوب آخر بأنه نكتب علامة الدولار دوت إيتش، ومن ثم أفتح أقواس بهالشكل هذا. بداخل هذا الإيتش في البداية أمرر الماي أري، فمعنى هذا كأنما علامة الدولار للماي أري الآن وصلت إلى الماي أري. نفذ فيها الفاكشن التالية، افتح اقواس واقواس المجموعة. ممكن انه انسخ هذا النص واضعه بهذا المكان. هذه مرة المفروض انه امرر باراميتر الفاكشن، فعلى سبيل المثال امرر الفال، الفال يعني الفاليو، ومن ثم اجعل الفال بهذا المكان. لو اضغط ريفريش شوف بان اعطاني 0 1 2 3، اعطاني مواقع او الاندكس الخاص بهذه الاري. اذا هذا 0 1 2 3، كيف اجعله يعطي الاسماء الى هذه الانوردد ليست؟ فببساطة اكتب i فارزة val بهالشكل هذا. الان لو ضغط ريفرش نشوف بانه اضاف الاسماء الى هذا.